احنا دلوقتي بما ان موضوع فيروس كورونا مطول معانا واحنا قررنا ان احنا هنتعايش معاه، لان عدم التعايش هيؤدي الى مشاكل اكبر من الفيروس نفسه. يعني في مشاكل مصاحبة للموضوع، مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية. يعني الحبسة الى ما لا نهاية دي مشكلة نفسية، انك تبقى عندك مشكلة ومش عارف تحلها نتيجة ان انت خايف من الاخرين والاخرين خايفين منك، دي برضو مشكلة نفسية. اهم حاجة في هذا الموضوع وهو ان انت ما وانت بتتحرك تقضي مصالحك وتعمل اللي وراك وتتحرك وتشتغل، هو الماسك دوت، وهو ده اهم حاجة في الموضوع بالنسبة لنا احنا. واحنا بنكشف طبعا الدكتور بتاعك، هو طبعا ان شاء الله وانت داخل هتلاقي لابس الماسك، والماسك بيتلبس فوق الانف، ده الماسك الجراحي. احنا واخدين كدكاترة عيون كجراحين على الماسك الجراحي دوت، واخدين ان احنا بنلبسه ساعات طويلة يوم العمليات، وقت طويل بنبقى عاملينه كده، والمفروض ان هو يغطي الانف بتاعك. تمام. طيب كمان وانت داخل تبقى انت لابس ماسك، سواء هذا الماسك او الماسك اللي هو فيه اللي هو اللي بأستك ورا الودن، اوكي شغال برضو. في الماسك اللي هو القماش، كل الدول اقرت ان الماسك القماش لبسه مفيد. مفيش دولة في العالم مهما كانت غنية ومتقدمة هتقدر توفر الماسك دوت الا للناس اللي بيشتغلوا في المجال الطبي، انما تقدر توفره للشعب ككل ده صعب جدا جدا. فبالتالي الماسك القماش، حتى اللي هي الهيئة اللي بتقاوم الوباء في الولايات المتحدة اقرت، قالت الماسك القماش كويس. فعلا الماسك القماش هي الهدف منه، ان هو كل فكرة ان هو يحوي وانت بتتكلم وانت بتكح وانت بتعطس وانت ونفسك نفسه، ان هو يكونتين ما يخليش الرذاذ والدروبلتس تتطاير وتعدي الاخرين. هو ده الفكرة كلها من موضوع الماسك. فالماسك القماش بيقوم بالوظيفة دي، وبالتالي انت هتبقى لابس الماسك بتاعك. واهم حاجة ان الماسك يكون مغطي مناخيرك، واهم حاجة اول ما تخش عند الدكتور، في ناس كتير اول ما بيخش بيقوم ايه منزل الماسك عشان يتكلم، لا اتكلم وانت حاطط الماسك والماسك على مناخيرك، وانت برضو بتكشف وبتحط نفسك على الجهاز، الماسك برضو على مناخيرك طول الوقت وانت بتكشف، وانت في الاوضة طول الوقت الماسك على مناخيرك. الحاجة اللي قبل وجود الماسك على مناخيرك، ان انت مثلا لما تكون عندك اعراض دور برد عموما، سخونية، احتقان في الزور، كحة، تكسير في الجسم، ارتفاع في درجة الحرارة، الحاجات دي انت ما تنزلش من بيتك، حتى يعني شغلك تعتذر تكلمهم تقول لهم انا تعبان انا مش هقدر اجي عشان ما تعديش الاخرين، ايا كان بقى هذه العدوى كورونا ما كورونوش، المهم ان انت ايه ما تجيش العيادة وانت عندك اعراض جسمانية منها شبه الانفلونزا او اقوى شوية او اضعف شوية، اي بوادر ناحية مرضية عندك، ما تتحركش من البيت واعزل نفسك في البيت واهتم بصحتك العامة وعالج نفسك بالعزل المنزلي، وتواصل بقى على الارقام اللي مخصصها وزارة الصحة والخطوط اللي هي 105 والكلام ده كله عشان يقولوا لك تعمل ايه وما تعملش ايه. يبقى انت تكون في حالة صحية جيدة وانت جاي، ما يكونش عندك ارتفاع في درجة الحرارة ولا كحة ولا برد. اما تخش العيادة تبقى لابس الماسك والماسك على مناخيرك، اما تيجي تقعد قدام الدكتور وتقعد تتكلم ما تقومش منزل الماسك، ولما يقول لك ارفع الماسك تقبل نصيحته وتعليماته بشكل بصدر رحب، لان هو يهتم بصحتك وبصحة نفسه عشان يقدر يواصل ويكمل ويؤدي الخدمة اللي بيأديها. طيب بعد كده هو الدكتور بيطهر في العيادة كذا مكان، الأماكن اللي انت الجهاز اللي انت هتحط دقنك وراسك عليه، جهاز الاستدلام، جهاز الكمبيوتر، ده اللي احنا بنعمله الروتين. انا بحكي لكم على الروتين اللي انا بنفذه في عيادتي مع كل مريض. الشامبر، حتى الشامبر اللي هو بتاع الترايل اللي بنحط عليه العدسات لو احنا هنعمل كشف نظارة بنطهره، وبنكمل كشفنا عادي، والمريض يتفضل ويخلص كشفه ويبقى كده بأمان. يبقى ده الملخص العام، احنا بنعمل ايه للكشف في الظروف الكورونا. وبشكركم.